بعد أن كانت مصر تمثل سلة الغلال لدول العالم، أصبحت تعاني من فجوة غذائية في أغلب المحاصيل الاستراتيجية كالفول البلدي والعدس، ومن ثم كان لابد من انتهاج استراتيجية قومية نحو زيادة المساحة المنزرعة من هذه المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد منها، وخاصة الفول البلدي حيث يصل ما يتم استيراده إلى 100,000 طن لسد حاجة السوق المحلي. مساحتنا قد إيه اللي احنا بنزرعها في مصر؟ 100,000 فدان، متوسط استهلاك الفرد 6 كيلو، احنا 100 مليون، 6 كيلو في 100 مليون يعني عايزين كام؟ 6 مليون كيلو، 6 مليون يعني 600,000 طن. طب احنا عشان نحقق الاكتفاء الذاتي عايزين نزرع 400,000 فدان. طب احنا بنزرع 100 ما حصلناش ال 30% وبنستورد الباقي بالعمله الصعبه اللي بتجهد الدوله. طب احنا ممكن نعمل اكتفاء ذاتي؟ ممكن. ده مش في الفول، ده في فول الصويا، في اي محصول. استنباط أصناف جديدة من الفول وتحميله على بعض الزراعات كالبرسيم والبنجر وتقديم الإرشادات للمزارعين، كلها وسائل تقوم بها وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي. بنعمل حاجة اسمها مدارس حقلية وحلقات نقاشية زي ما انت شايف النهاردة هو انت في ضيافة الحاج محمود كامر احد كبار المزارعين في الشرقية، من الناس اللي هي بتنفذ كل التوصيات الفنية اللي بتقدم ليه من خلال الارشاد الزراعي. وزي ما انت شايف حضرتك كده هو الفول والعدس ما شاء الله يعني الانتاج ان شاء الله مبشر ومتميز. بنا برضينا من الفدان الفول 12 أردب، كان السنة اللي فاتت 3000 وشوية، السنة دي يمكن يقل. في النهاية أحسن من البرسيم وأحسن من أي زرعة تانية في الشتوي، بنستفيد وفي نفس الوقت جد الفول بيدي أزوت في تربة الأرض فبينفع الزرعة اللي بعديها. ارتفاع أسعار العدس كنتيجة مباشرة لتدهور الأصناف وتقليل المساحة المنزرعة جعل المزارعين يقبلون على زراعة هذا المحصول لتحقيق الربحية من جانب وإحداث التوازن في السعر من جانب آخر. توجه مهم من قبل الدولة نحو تحقيق استراتيجية قومية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل البقوليات كالعدس والفول البلدي، وذلك لمنع الاستيراد من الخارج وتحقيق أعلى كفاءة للمزارع المصري من خلال هذه المحاصيل المهمة والاستراتيجية. من محافظة الشرقية، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري.